السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة وحنا في الهبطة ديال الشيخ الضاوي، وغنشدو الشارع ديال الحسن الثاني واجيو تشوفوا الحقيقة المرة، شارع اللي عزيز على قلوب المغاربة. تفرجوا حتى للآخر وما تنسوش بارطاجيو الفيديو. شارع الحسن الثاني أو الطريق الوطني رقم 1 صبحات كتعتبر نقطة سوداء وسط مدينة تمارة بسبب ضعف البنية التحتية والاكتضاض اللي كتعرفوها الطريق خصوصا وقت الدروة، بالإضافة لانعدام الإنارة العمومية ليلا في بعض النقاط على طول الطريق. الفيديو اللي بين يدينا اليوم غادي نطرقوا فيه فقط الموضوع نقص الإنارة والحالة المزرية اللي كتعرفها الأعمدة الكهربائية مع غياب واضح للمصابيح ودورية الصيانة. الصور اللي كتشاهدوها أمامكم كتعبر عن نفسها، مع العلم أننا كنا دائما كنجدوا النداء للجهات المعنية باش نشوفوا شوارع مدينة تمارة في أبهى صورة، خصوصا شارع الحسن الثاني. وكيبقى السؤال المطروح، حتى لين غادي يستمر غياب الإنارة العمومية والتوقف عن حصد الكوارث والحوادث وأيضا عمليات السرقة اللي كتساهم فيها غياب الإنارة والأعمدة الكهربائية اللي صبحات كتشكل خطر على المرة كيف ما كتبين الصور، ناهيك عن استياء لكل مستعملي هالطريق. وسؤالنا مرة أخرى موجه للجهات المعنية، شنو السبب اللي خلى هاد الشارع مازال ما استفدش من إعادة الهيكلة لحد الآن، رغم أنه كيتعتبر الشريان الرئيسي اللي كيربط بين العديد من المدن المجاورة لمدينة تمارة. وفي الأخير كنتمنوا من الجهات المسؤولة أنها تلتفت لهاد الشارع وتقوم بإصلاح كل الأعطاب باش نقدروا نحدوا من حوادث السير مستقبلا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.